بس في فرح وان شيرين عبد الوهاب خدت جوزك خطيبك، ايه اللي حصل؟ كان بقالي سنه مخطوبه، بس ده ما كانش الناس ما كانوش عارفينه. هو فرحي اللي هو كان هيبقى في فبراير، يعني الشهر اللي جاي ده. شيرين عبد الوهاب السبب فعلا؟ لا يعني ما تسالنيش على اسامي خالص. بعد انباء ارتباطه بشيرين عبد الوهاب، مريهان حسين توجه رساله لخطيبها السابق بتقول فرحي بعد شهر، ولولا لف شيرين عبد الوهاب عليه كان زمان دلوقتي بقى جوزها. وجهت الفنانة مريهان حسين رسالة لخطيبها السابق الدكتور تامر سليم بعد أنباء ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وغنت مريهان حسين مقطع من أغنية كدابين للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال لقائها ببرنامج عرب بود. الرسالة موجهة لخطيبها السابق، قالت فيها كل ما انسى كلامك برجع افتكره، في الزمن ده الكدابين اتمكنوا وكتروا.